هذا ذكاء اصطناعي مسويته سدايا رائع جدا يعد اعداد الحجاج اللي يدخلون الى الحرم ويتابعهم واذا في مشاكل معينه يقدر يكتشفها يعني مثل هذا يقدر يكتشف اذا في شجار هوشه تدخين احد نايم احد قاعد يركض وهكذا فهذا يسمح لهم أن يضبطون الأمور بحيث أن ما تصير مشاكل وحتى هذا حتى يستطيع أن يعد أعداد الناس اللي موجودة في الحرم سواء الداخلين أو الخارجين وكذلك يتابعهم على مستوى حوالين الحرم شايفين؟ في طريقتين لمعرفة أعداد الناس منها باستخدام الحراري طبعا كله ذكاء اصطناعي وكله مسوينا سدايا هني في السعودية في الرياض فشايفين هني كل نقطة تعبر عن شخص